السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مطبخ نور. لو أول مرة تشوفوا قناة مطبخ نور تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت الشوفان، ونقول مقاديرنا مع بعض. أنا معايا كوبايتين من الشوفان، أنا ضربت، وأنا جايبة شوفان مصحح زي ما انتم شايفين كده، وضربت الكوبايتين في الكبة لحد ما بقى ناعم بالطريقة دي، وسبت بس شوية كده يعني من الكوبايتين، برضو سبت شوية كده يعني زي ما هما مقرمشين زي ما هما كده. ومعايا كوباية من الدقيق، ومعايا جايبة جوز هند، معلقة كبيرة، معايا فانيليا، معلقة صغيرة من الكيك شيف، ذرة ملح، معلقة صغيرة قرفة، بيض واحدة بس، كوباية الا ربع من السكر، 3/4 كوباية من السكر، معايا كوباية من الزبدة، ومعاها معلقتين كبار من الزيت. الزبدة دي زبدة بقري، عايزة تبدليها بأي نوع تاني مفيش مشكلة، المهم ان هي زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ. نبتدي مع بعض ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد أول حاجة الزبدة، هضيف عليها السكر والبيضة، والفانيليا، وذرة الملح، والبيكنج باودر، ومعلقة من جوز الهند. هقلبهم كويس مع بعض. جبت المضرب، زبدة طرية مش سايحة، انا عايزاها بدرجة حرارة المطبخ. لو عندك مضرب كهربا طبعا هيسهل معاكي كتير جدا. مش هضربها وارجع لكم. بعد ما ضربتهم زي ما انتم شايفين كده، هبدأ انزل عليهم الشوفان بتاعنا. وعلى حسب ما يلم معايا الدقيق الابيض اختياري، يعني عايزه تعمليها كده بس بالشوفان ماشي، مش عايزه ضيفي بقى كمان كوبايه من الدقيق. وهنكمل بيها. على فكره انت ممكن تشكلي بعد كده، يعني بعد ما تضربيها لو لقيتيها سايحه بالشكل ده مفيش مشكله خالص، لان الشوفان اصلا في ماده كده اللي هي بتشرب اي سوائل موجوده، هتلاقيها بتشرب كل دوت، هيتشرب. بس عشان تشكليه هتسيبيه حوالي 10 دقايق او ربع ساعة عشان تقدري تشكليه، وساعتها هتقدري تشكليه بكل سهولة وهيطلع معاكي مقرمش وجميل جدا. طبعا بسكوت الشوفان دوت مشبع جدا وجميل جدا جدا، مغذي قوي للاطفال وللكبار برضو، فللي حابب بقى، وطبعا غالي كمان، يعني انت بتيجي تشتريه من بره بتلاقيه غالي. هنزل عليها شويه من الدقيق واحده واحده. دلوقتي انا عجنتها زي ما انتم شايفين اهو، وسبتها تستريح حوالي 5 دقايق. هبدأ دلوقتي اشكلها بكل بساطة، وجبت الصينية بتاعتي. بصوا ملمسها عامل ازاي، ما تقلقيش كده الملمس تمام. هيتشكل معانا، بصوا حتى هي اصلا مش هتلزق في ايديكي اهو، هتشوفوها دلوقتي مش هتلزق في ايدينا. هنشكلوها دلوقتي مع بعض، وبسخن الفرن لان انا عايزة الفرن يكون دافي لما ادخلها على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق لربع ساعة. هنشكلوها مع بعض على حسب بقى الحجم اللي انتي عايزاه اهو. عايزة حجم كبير او صغير زي ما تحبي. برضو النكهات اللي انا ضفتها دي اختياري، زي الجوز الهندي ده اختياري، زي القرفة برضو دي اختياري زي ما انتوا شايفين كده. وهدخلها الصينية بتاعتي.
لو عندك ورق زبدة تمام، ما عندكيش دهنيه مادة دهنية، او لو عندك حاجة صاج اللي هو ما بيلزقش يعني اعملي فيه وما تقلقيش مش هيلزق اهو. بصوا معايا وما بيلزقش في الايد خالص. كده من عوامل البسكوت الناجح ان العجينة بتاعتك تكون ملمسة بالشكل ده. زي ما تشوفين كده هخلص الكمية وارجع لكم تاني. كده كنت شكلت الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهي، شكلت دوائر، شكلت صوابع. هدخلها الفرن زي ما اتفقنا على درجة حرارة 180 من 10 دقايق لربع ساعة. وادي معانا بسكوت الشيفان بعد ما طلع، بسم الله ما شاء الله عليه، شايفه عامل ازاي ومقرمش جدا جدا. يعني هسمعكم مثلا واحدة اهي، والطعم حكاية، جربوه متنسوش تكتبولي في التعليقات على البسكوت بتاع الشوفان اللي احنا عملناه بمقادير بسيطة زي ما انتوا شايفين، وتقدروا تستغنوا عن اي اضافات تانية زي القرفة وجوز الهند، دي اختياري بالنسبة لك تقدري تستغني عنه. بس بيصغري طبعا، انا عاملة الحجم كبير شوية، فانتي بتقدري تصغري الحجم او تكبريه زي ما انت عايزة وزي ما تحبي. وما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.